أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن هبوط صادرات العراق والسعودية النفطية لأمريكا إلى الصفر خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في تقرير أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 4 دول بلغت 4,792,000 برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 197,000 برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه. وأضافت أن أمريكا لم تستورد النفط الخام من العراق والسعودية خلال الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وتليها المكسيك ثم كولومبيا. وأشارت إلى أن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 41,000 برميل يوميا، فيما لم تستورد النفط الخام من البرازيل أو الإكوادور. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأول من كانون الثاني الماضي أن صادرات العراق من النفط لأمريكا بلغت 123,000 برميل باليوم خلال الأسبوع الماضي.